السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكون شيء كن بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت نوريكم كيفاش نجمع 4000 ساعة واحد الوقت وجيز، والطريقة هذه درتها أنا والحمد لله نجحت معايا. وكما غنوريكم القناة ديالي مؤخرا عاد تم القبول ديالها شركة اليوتيوب، كما غتلاحظوا معايا هنا واحد الرسالة تهانينا، تمت الموافقة على انضمام قناتك في برنامج شركة اليوتيوب. بطبيعة الحال أي واحد كيطمع على القضية هذه، وكنتمنى التوفيق للجميع. العائق اللي كان عندي هو 4000 ساعة، والحمد لله حققتها بواحد الطريقة اللي هي يعني مضمونة 100%، وهي اللي غادي نشارك معكم اليوم وغادي نبارطاجيها معكم، وكنتمنى التوفيق للجميع. إذا غادي نبداو بهاد الطريقة إن شاء الله. الطريقة هي كالتالي. أولا الطريقة هذه هو استعملت أنا غير واحد يعني فيديو واحد، واللي جمعت به تقريبا شي 2000 ساعة، وهي إن شاء الله غادي نوريكم الفيديو هذا. الفيديو هذا هو فيه شي ربما 11 ساعة و55 دقيقة و16 ثانية. الفيديو هذا جمعت به تقريبا شي 2000 ساعة. انا غنوريكم هادشي بتدقيق و يعني بدون كذب بدون وهم. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا الوقت المشاهد بالساعات جبت به 2103.7 ديال الساعات. اذا بهذا الفيديو هذا تمكنت باش نجمع 2103 ديال السوايع. انا كانت عندي ربما شي 1000 ثانية وشي حاجه كانت عندي ديال السوايع قبل ما نشارجي هذا الفيديو هذا. اذا ما كنتش عارف الطريقه، كنت غادي كنت عارفها قبل نقدر نديرها قبل كنت جمعتها شحال هادي. اذا غادي نتجاوب دابا بالطريقه كيفاش. اذا هاد الفيديو هذا فهو موجودين بزاف هي ديال الموسيقى هادئة. غتلقى تقريبا أغلبية ديال الفيديو تقدر تلقى فيه 6 سوايع 5 سوايع. أنا خديت فيديو لي 11 ساعة واحد فقط، وبقيت تنخدم عليه حتى جمعت بيه 4000 ساعة. كيفاش تبدا الفيديو هذا؟ ما عليك إلا تتجه اليوتيوب ودي دير ندير موسيقى هادئة. إذا هذا هما الفيديوهات، إذا الإخوان هذا هما الفيديوهات. بطبيعة الحال هذا وقت ضروري ندير فلتر، غادي ندير الفيديوهات المرخصة اللي ما عليهاش حقوق الطبع والنشر، وكنختار شي فيديو مثلا يتكون فيه مثلا هذا فيه 12 ساعة بحال هذا مزيان، بحال هذا مزيان، غادي نتيليشارجيه. بطبيعة الحال ما غاديش نتيليشارجيه دابا عندي ما ندير به، نوريكم هاد الطريقة كيفاش. غادي نتيليشارجيه وتمشي للمونتاج وتعدل عليه، تحيد منه واحد كيلكو مينيت مثلا من الاخر ولا من الاول، وترفعو على القناة ديالك ودير ليه شي تبدل ليه العنوان، لأن العنوان تبدلو ليه، ودير ليه شي عنوان ديال ودير ليه شي مينياتور مزيانة كيف ما داير أنا ليه. كيف ما كتلاحظو هو أنايا أنا بدلت ليه المينياتور، درت فيه الصورة ديالي ودرت عليها موسيقى الإستقاء، رغم أنه كانت فيه موسيقى هادئة وإلى آخره عنوان آخر. وهذا هو اللي استعملت أنايا وخدمت به. ندوزو إن شاء الله كيفاش العمل وكيفية العمل على هذه اللي هي سهلة جدا. غادي نمشي لجوجل كروم وغادي نحاول نحل مجموعة ديال المتصفحات بحال هكا. بطبيعة الحال الطريقة هذه هي كتدخل بحال هكا،
وكتجي لهاد العلامة هادي كتكليكي عليها. أنا حل بزاف ديال المتصفحات، كل واحد كندير ليه السمية ديالو. إلا أنت ما عندكش تجي أنت لهنايا وغادي دير إضافة، تطلع لك هاد الباج هادي، وغادي تختار أي صورة من الصور اللي هنايا. مثلا نختار مثلا هاد الصورة هادي، ونجي هنا وندير لها اسم، مثلا اسم مثلا حسن مثلا رشيد، وندير لها إضافة، وندير ليه، وندير التالي هكذا وهكذا وهكذا. وهذه ما عنديش متابعة، عندي لا شكرا. إذا غنحيد وغنلقاها هو واحد، لأن هذا هو تحت عندي، وغنجي غنلقاه في البيرو عندي هنايا. إذا فين هو؟ 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 إذا هو واحد. إذا كنجمع مثلا واحد 5 ولا 10، من الأحسن ندير 10 ولا هي فاتح أكثر. تنزيد شي واحد مثلا، دابا تلتحت عاوتاني. أنا فاتح بزاف، ولكن تنوريكم الطريقة كيفاش تفتح بزاف. تختار شي صورة عاوتاني، مثلا اختارو مثلا اختارو هاد البيكالا هادي، وغادي نجي هنا ونديرو مثلا رباط مثلا سمية، من اختار من الأسماء من العائلة ديالك مثلا، يعني باش تفرق بيناتهم. وغادي دير مثلا بدأ هكذا وهكذا وهكذا، غدير لا شكرا. إذا هذه الطريقة هو تفتح معايا المتصفح عاوتاني. إلا هو بلا هو بلا هو بلا هو هو هذا. إذا وكنجمع مثلا دابا 5 من 5 أخرين. إذا كندير 10 من هاد المتصفحات هادو، 10، وكن ندخل واحد بواحد. هذا هو اللونين مثلا، وكنجي لهاد 3 نقاط هادي، وتندير نافذة جديدة أو متصفح جديد، وتندخل تندير بحال هكا. ندير اسم القناة ديالي في الأول بطبيعة الحال مثلا هكا، كندخل لذاك الفيديو الطويل اللي هو روي فيديو مثلا، نحيد ليه الصوت باش ما يضرني. وغادي نجي لهنايا وغادي نقص لاكاليتي ديال الفيديو، وغادي نجي عاوتاني هنايا وغادي ندير سرعة التشغيل. ونهبط لآخر حاجة هي هاد الجولة هادي، وتنخليها مثلا بحال هكا، وتنعاود نهبط بحال هكا، وتنجي عاوتاني تنعاود نبدل أولا نمشي للبيرو، وتناخد تصفيح واحد اخر على الثاني، وتنجدد النقاط هادو بحال هكا. باش التعليق هادي غادي نجي هنا، غادي ندير ناخد الليان ديال هاد الفيديو هذا نسخ، ونحطه هنايا هكذا باش يمشي لي ديريكت، باش نستغل الوقت بلا ما نبقى مرة نكتب سمية. أول حاجة كان الصوت باش ما تبرزنيش، وكان ندير لاكاليتي عاوتاني على حساب لاكونيكسيون اللي عندي، باش حتى لا فتحت واحد العشرات المتصفحات ولا هكذا غادي نلقى باش ما يبقاش يتوقفوا. انا هكذا وهكذا نفتح مثلا 10 على حساب الكونيكسيون اللي عندك. شي ديرو مين تبغي تنعس طبعا الحال، كنهضر مع الناس اللي عندهم البيسي، ما اللي عنده التليفون فراه كاين طرق اخرى دابا نطرقوا عليها مع الفيديوهات. اذا كنحاول نحل جميع المتصفحات. طبعا الحال بعض الناس غيقول لي لا، ومن من مثلا ديروها متصفح واحد، نعاود نجي انا ندير هنايا ها مثلا بحال هكا ها، وغادي نعاود نحل. اي متفق معك، ولكن الطريقه هذه ما مثلا نعطيك علاش. مثلا ملي كندير مثلا بحال هكا وكنحط نفس الفيديو، نفس الفيديو كنجي كنلقى بان داك الشيء اللي في الفيديو اللي في الجهه الاخرى هو اللي كاين. اذا هنا لقيت بان الصوت محيد ولا كاليتي ناقصه، هذه بوحدها اللي ما دايرهاش، اللي ما مصوبه. اذا من الاحسن ملي كنمشي نفتح
متصفح واحد اخر جديد وكندير ليه كنمشي للمتصفح الخفي فوان نمشي للمتصفح الخفي وكندير الرابط ديال الفيديو ملي كيدخل ليا الفيديو ديريكت ما كنلقاش بانه راه حيد الصوره اذا كيعطيني مرحله جديده كنحيد كاوخا نجي هنا كنلقى الكاليتي طالعه شي 3600 عفوا 360 كنقصها و تن ندير لها عاوتاني هكذا هك دار الاخوان هذه الطريقه من الاحسن هذه الطريقه هذه لانه كتكون انت متاكد بان راه الفيديو فعلا كيدوز. المرحله الاخرى هو انه ملي كنخلي هاد الفيديوهات خدامين راه كنجي مرات وكنلقى نخليه خدام مثلا 11 ساعة فراه كنجي وتلقى واحد الرسالة مصيفطها ليا مثلا اليوتيوب او الجهاز كيصيفطها ليا هاك هاد الرسالة هي اللي كتجي. اذا يا اخوان هذه هي الرسالة اللي كتجي كتقول لك تم ايقاف الفيديو مؤقتا هل تريد مواصلة المشاهد كدير نعم. اذا ملي كتخلي البيسي شاعل كاع لي باج اللي فتحتي تقدر تجيهم هاد لهاد الرسالة هادي وتيحبس الفيديو ومتيبقاش خدام حتى تطلع الصباح كتلقى كلشي عاد. إذا الإخوان هاد الرسالة هادي باش نحل المشكل ديالها هو خصني ندير واحد الطريقة اللي غنوريها لكم دابا. غادي تختار أي فيديو ديال الموسيقى عندك مثلا فيديو كيما كان أو الموسيقى أو فيلم أو مثلا هادي موسيقى عندي أنا مثلا الموسيقى هذه نخليها مطلوقه وتندير هذه اللعيبه هذه باش يبدا تعاود هذا الفيديو هذا. اذا الاخوان تنخلي هذه المتصفحات خدامين وتنجي ندير هذه الموسيقى هذه باش يبقى كيتعاود انت مثلا وعلى جنب اللفه غيتالي وغادي تعاود تلقائي من نفسك هكذا كيف غادي تعاود الفيديو غتحيد الصوت بعد ما دير به الاحسن درتي راس الفيديو وهكذا. وان شاء الله تنوض مع الصباح غتلقى واحد يعني درتي غير 10 متصفحين ان شاء الله هذا اذا 11 ساعه مثلا ضربها في 10 راه 110 اذا 110 ديال السوايع هذيك غادي يعني تجبدها كل ليله كل وقت ملي كتبغي تنعس تنوض مع الصباح تلقى 100 ساعة كاينة. هذه هي الطريقة كنتمنى تكون عجبتكم وتستافدوا منها وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.